تعمل ايه؟ تعمل ايه يا دكتور؟ تعمل ايه؟ بدي اياه مهدئ. الحالة دي في قسم انا المكلف بيها. اصل يا دكتور شفيع لما حضرتك سبت النبطشية دكتور عباس كلفني. دكتور عباس ولا بتوع المشروع؟ وريني يا رفاعي بتدوها ايه؟ ايه ده؟ دكتور شفيع، دكتور شفيع، بعد اذنك. مالكش دعوة بالادوية دي. طب اطلع بره. يلا انت قولي معاك اطلع بره. يلا اطلع بره. اطلع بره. ماشي. ليه يا بيه؟ ليه حرام عليك؟ حرام عليك ده جالي ان هو يجيب لي ابن الليلة. ما تصدقيش يا عائشة ما تصدقيش. انت هنا عشان نفحص ان عقلك سليم بعد كده يرجعوا لك ابنك. ولا عاجلي ماله يا بيه؟ اسأل كل حي في كفر المنزل يقول لك عيش عجل واحدة في الزمام تم. ولا عاجلي خاف عشان جيت مصر ورحمة ابو اليزيد. ما هو مش بكيف يا بيه، لازم الولد يتقيد باسم ابوه. ايه ده الولد هيتسجل باسم ابوه؟ انا عارفه حسبوني اتخبلت لما سالوني على اسم الولد قلت لهم لسه مش اتسمى. انا مش هقدر اسميه من ورا ابوه. اشترك في باقات واتشة الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.